عيلتنا. مثل ما بتعرفي ما فيني اثق بحدا تاني بهالموضوع. ايه اكيد رح نروح توليب، بس بصراحة انا عندي فضول، شو رح تعملي اذا طلعت حامل؟ رح تدفشيني مثل جوري وتحاولي تتخلصي من اللي ببطني؟ لا تقللي ادب، بعرف منيح شو اللي عم تحاولي تعملي. انا ماني غبية، مفكرة من كل عقلك رح تتزوجي من جهاد وتنقذي ابوكي من الافلاس؟ مفكرة رح شجعك على هالشي مو هيك؟ طيب جوري بتساعدني؟ اكيد جوري بتساعدني، هي بتساعدني. نحن التنتين منعرف منيح شو المطلوب نور، فينا نحل الموضوع بطريقة تانية تماما. ما في اي طريقة تانية توليب، انا رح اجيب هالولد اكيد، ما بهمني لا رأيك انتي ولا رأي اي حدا غيري. مصممة انه تتزوجي من جهاد يعني؟ ايه اكيد مصممة، رح اتزوج من جهاد، ما حدا رح يقدر يمنع هالشي. الولد اللي ببطني هو ابن اخوك توليب. برأيي لا توثقي بحالك كل هالقد نور، انتي لساتك باول الطريق. اصبري شوي، منروح على الدكتور بالاول وبعدين منلاقي حل للموضوع. مسعودة يلا اطلعي على الباب بقى، لك يلا بسرعة مليتوا، انا عم بنطر. انا قدام الباب، يلا اطلعي لا تطولي علي. رح سكر. جوري العمى جهاد بيك؟ روح من هون. جهاد بيك خير؟ لوين رايح؟ تأخر الوقت. لعند جوري بدي احكي معه بشغلة. قلت لي جوري؟ اه انا بكون صهرة لجوري، اذا في شي ضروري انا بقول لي عنك. بدي روح احكي معها، انا بدي احكي انا مع جوري ضروري. والله يا جهاد بيك اذا رحت ودقيت عليهم بهالوقت، ها عمي صالح رح يذبحك اكيد، هو هيك طبعه. يعني انا صهره وبكون جوز بنته وما بيسمح لي اعمل هيك شيء. انت ما دخلك فيني جهاد بيك. تعال اقول لك، خلاص انت اهدى هلا، انا رح اتصرف، رح اتصل بجوري وهي بتجي لعندك. تمام؟ طيب اتصل وبسرعه. طيب جوري اطلعي لبرا بسرعة، رفيقك ناطرك هون، جهاد بيك عم يستناكي، تعي لأنه رح يعمل مشكلة. وخلي أختك تطلع، قالي ساعة ناطرة. يلا بسرعة لا تطولوا. قلت لك جاي؟ ايه جاي، بدها شوي. طيب جوري جاي، جوري جاي لعندي لهون، جاي لهون. وليش كل هالقد متعلق بجوري انت كمان؟ اختي شو لوين؟ بدنا نروح نكب الزبالة. عن جد؟ يعني واحدة فيكم ما بتعرف تكبون؟ خير ان شاء الله، انت كمان قلبتي شرطي وعم تحققي معنا هلا. رايحين مشوار، واذا سأل عنا بابا قولي له طلعوا يشموا هوا. انا غبية لاني أنا متأكدة إنه في شي عم بتخبوه كمان. أنت يمكن ما بتعرفني منيح لأنك بتضل بغرفتك وما بتطلع، ما صار فرصة نتعرف على بعض قبل هلأ. أنا ينال تشرفت كتير بمعرفتك. أنا بكون صهرة كمان لجوري رفيقتك، زوجة لمسعودة إذا بتعرفها، وصهر عمي صالح بتعرفه أكيد، وطبعا أنا بشتغل هون شوفير أختك الخاص. قل لي جوري أمتى رح تجي؟ هلأ بتجي هلأ. جهاز؟ جوري شوفي جوري جوري انت شو عم تعمل برا؟ جوري ليكي مسعودة يا حرام، وضعه كتير صعب، كيف عايش هذا هيك؟ مسكين كتير يا حرام، كل هالمال والجاه الفاضي. يا ربي انت شو عم تقول هلأ ينال؟ اه شو هالحكي الفاضي اللي عم تحكي؟ انا؟ ما تعرف تقولي جهاد منيح وما في شي. اختي ما انا مصدقتني بنوب وبدها ياني اتزوج نور كمان، بس مستحيل اقبل. جهاد اختك ما بتجبرك على اي شي انت ما بدك اياه. ليك بكرة الصبح بتحكي معها وبتشرح لك كل شيء، بس هلأ تعال لازم نفوت لجوا، رح تبرد هيك. يلا. لا أنا ما بدي فوت، مستحيل ما بدي. جهاد معقول هالحكي هاد؟ اختك بتكون هلأ ماتت من الخوف. يلا تعال. شو
شايفة طلعتوا كلكم لتكبوا زبالة سوا. الله يقويكن عن جد. لا وصهرنا المستقبلي هون كمان؟ يعني ما لقيت بنت تانية تطلبها للزواج جهاد بي؟ يلا انقلعي من هون يلا. جهاد؟ جوري جهاد عن جد طلبك للزواج؟ اختي بعدين بحكي لك شو صار. اسمعي يا بنت، طاقة القدر انفتحت بوشك، يعني بنصحك تفكري منيح. نيالة يعني عن جد اختي هي محظوظة كتير، ما بيطلع غير الغني بوشها. تعي نكب الزبالة. والله أنا مليت، شو بدي أعمل يعني؟ اختفى من بيتها وارتاح. بدي أفهم بس شو بيخسر إذا رجع لي مرتي يعني؟ عم قله يا عمي ليك مرتي حامل حرام، عبس كأنه عم حاكي الحيط. وبقله الحمد لله عندي شغل هلأ وقدران أصرف على بيتي، نفس الحكي ما في شي تغير. والله العظيم إنه هذا عمي عليه راس مثل راس التيس، والله عن جد تيس كبير. والله الليل ما عم نامه من الشغل، 24 ساعة ورا هذا الدركسيون. بس سلم هالتاكسي هي، عم بشتغل شوفير خاص. يعني ما بعرف شو بده احسن من هيك سهر شغيل، عم اشتغل واركض ورا رزقي ليل مع نهار بدل ما يشكروا ربهم علي. بيضل معصب وكل شوي بيخانق وبيضل يسب ويعيط كمان. بالله قال لي عمي انا غلطان شي. هو هو علينا، هلا كل الطريق وانا عم احكي مع حضرتك وانت نايم؟ خليك نايم احسن شي. لك هذا مو جهاد بيك؟ جهاد بيك؟ انت شو عم تعمل هون لحالك؟ عم تمشى شوي. ولك انت ليش ايديك عم ترجف كأنك مريض ما هيك؟ يلا البس هي. ليك طلع هي السيارة اللي هون الي، اذا بتحب بوصلك فيها على البيت فورا، شو رأيك؟ لا لا اتركني، ما بدي روح، ما بدي روح. لا تروح لا تروح خلص. طيب بس توليد خانم بتكون قلقانة عليك. قلت لها خلص روح انت، انا ما بدي ما بدي روح. طيب طيب اخي جهاد، لوين ما بتحب بوصلك اذا بدك. ايه طلع بالسيارة يلا تعال. طيب تعال لا تخاف اخي، قل لي لوين بدك تروح انت. ما بعرف ما بعرف ما بعرف يا حبيبي، ما بعرف لوين. خليني اوصلك على البيت واخلص. لا ما بدي روح ما بدي روح. خلاص طيب بس قل لي لوين بدك تروح انت. اطلع ليك السياره شو دافيه. اوه بس مو على البيت. لا لا مو على البيت، باخذك وين ما بدك. طيب طيب يلا اطلع اطلع لشوف يلا. اوه شايف قديش دافيه يا حرام على هالشب، والله بزعل. لنشوف شو بدك تعملي لما أبوك يعرف إنك ما رحتي على الرحلة. مفكرة حالك ذكية مو هيك؟